مشاهدي الأعزاء لو 360، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الجران فورما. كما تشوفوا الآن سنسجل حلقة مع سيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اللي غادي يحاورنا في واحد عدة قضايا تهم الشأن البرلماني الحزبي ديال التجمع الوطني للأحرار والحكومة اللي تترأسها السيد عزيز آخ النوش. بقوا معنا تشاهدوا هذه الحلقة. سي رشيد الطالبي العلمي، مرحبا بك. اهلا وسهلا. هذه الحلقه هذه بغيناها تكون شفافه وتكون منتجه باش المشاهد ياخذ منها الفائده. اذا ما غيكون لا جدل ولا اعطيني نعطيك، ونتمنوا منك تكون بحال اللي تيقولوا المغاربه تكون قشابتك واسعه. بغيناك تعاود لنا على كي تتحسوا هذا وحنا تنعيشوا واحد الظرفيه دولية ووطنية صعيبة بالحرب اللي كاينة، بالغلاء اللي كاين ديال المعيشة. أنت كرجل سياسي كيف ترى هذه الوضعية وشنو واش كاين شي حل بالنسبة لك؟ الوضعية هي وضعية مؤلمة في الحقيقة، لأن هذا ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواطنين إشكالية حقيقية، لكن في نفس الوقت ماشي غادي نقلب على مبررات باش نعمل نحاول نلقى أجوبة. كل شيء كيعرف الأسباب ديال ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، كيف الحالة كيف هي. تلقات بالصدفة واحد المجموعة الأزمات وتداخلت فيما بينها وأنتجت واحد الوضع، والحكومة عملت واحد المجهود فيما يتعلق بواحد المجموعة ديال المواد الأساسية. وهنا خصنا نطرحوا الأسئلة أو واحد سؤال واحد: ماذا لو كانت القدرة الشرائية ديال المواطنين عرفت تحسن خلال السنوات الماضية؟ واش غيكون هو في نفس الوضع؟ كان غيكون عنده مواجهة أحسن لهذا الطوارئ؟ الرجل السياسي والحكومات والمناصب المسؤولية تقتضي أنه يجب الاشتغال على ما هو واقعي ديال اللحظة والظرف، وكذلك في عملية استباقية لتجاوز الأزمات في المستقبل. مع الأسف هادشي ما عشناش في الفترات السابقة، وتراكم زاد أن القدرة الشرائية للمواطنين ما عرفاتش واحد التحسن خلال هذه الفترة السابقة، مما أعطى بالإضافة إلى الكوفيد إلى الحرب إلى تزويد الأسواق العالمية بالمواد. كنشوفوا دابا مجموعة ديال الدول الكبرى المصدرة للمجموعة ديال المواد. هاد القضية هذه اللي جبتي لي، رغم أن الحزب ديالكم كان في الحكومة السابقة، بمعنى أنه شارك طبيعة الحال وأنه عنده مسؤولية بأن فهاد، لكن من يحدد الاختيارات؟ من يحدد الاختيارات ديال الحكومة؟ من يحددها؟ رئيس الحكومة. ولكن كان عندنا كان من يحدد الاختيارات؟ الذي يحدد الاختيارات هو رئيس الحكومة. ولكن كان هو رجل أكبر من رئيس الحكومة. رجل أكبر. أقوى. أعتقد أن الدور ديال جسديا. لا عمليا، لأن الفلاحة كان 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 ماشي سهل على الحكومة السابقة باش تخرج هي بحلول وبحد يقول شيء، ولكن مسؤولية مشتركة. الأحزاب السياسية المشاركة في الأغلبيات تقدم الاقتراحات ديالها، وكيبقى الحسم رئيس الحكومة. هل أنتم على اطلاع بالمقترحات اللي تقدم بها الحزب ديالنا خلال الفترة السابقة؟ لا أنا لا تنجاوب غير على القضية. تقول لي كانت الظرفية تكون أحسن، وكل الحكومة السابقة خدمات وجابت نتائج أحسن. أنا ما كنقولش خدمات وجابت نتائج أحسن، أنا أناقش الاختيارات. في الاختيارات هي التي تحدد
السياقات لو كان تم الاشتغال على تقوية القدرة الشرائية ديال المواطنين كما تم ذلك في حكومات سابقة كخيار من الخيارات الكبرى مقابل أو بتوازي مع قضايا أخرى إصلاحات هيكلية أخرى لكنا نكون في واحد الوضع آخر. هادشي لم يتم، بالتالي التقت لأنه الناتج الداخلي الخام كيعرف واحد التطور ولكن كان تطورا بطيئا. السؤال اللي غادي نطرح أو بشكل بسيط باش نجاوب على هذا السؤال، كم هي الفرص الضائعة للمغرب في الفترة السابقة هروبا غام الخطاب السياسي لوحده؟ فرص كثيرة كانت ضائعة للمغرب، بالتالي هذا جزء من في الاستثمارات الخارجية اللي غادي تجي للبلاد كتخلق مناصب الشغل تساهم في الزيادة في النتيج الداخلي الخام في القدرة الشرائية للمواطن إلى غير ذلك. زاد لها الكوفيد الحرب الأوكرانية الروسية، زاد لها اليوم السؤال البسيط باش يمكن لينا نكونوا ناس موضوعيين بلا بوليميك باش ما تحصلنيش ولا نحصلك، إلا كان الهدف هو باش تحصلني أنا كنسلم وكنقول لك عندك الحق لأنه هذا لن يغير في المسار أي شيء، هو الذي نعيشه وحنا بغينا نخرجوا من هذا كحكومة كأغلبية حالية، بغينا نخرجوا من هذا الدائرة. نعم، حزب التجمع الوطني تهو كان تحكم وتهو عنده مسؤولية مشتركة. الآن شنو هي الحلول؟ الحلول أعتقد هل للحكومة الحالية لها حلول؟ في نظرك أنت هادشي اللي وقع؟ لا ده سؤال. لا في نظرك؟ لا حلول، لأن بقي الناس يشعروا على أن كاين الغلاء ديال المحروقات. المحروق دابا الغازوال وصل ل 15 درهم اليوم فين تنهضر معاك. إذا واش هذا غنبقاو مستمرين ولا؟ لا غادي نوقفوا، ما نبقاوش نجيبوا البترول باش ما نخلصوش ب 15 درهم ونوقفوا الاقتصاد الوطني. لا والمواطن لا واش حنا عندنا لا واش المواطن يبقى يخرج دائما من جيبو؟ لا حنا عندنا ابار ديال البترول وزدنا وحددنا السعر ديالو. نعم، ندوزو لسؤال اخر. لا بلاتي، ولكن ماشي ندوز لسؤال اخر، انت طرح اشكاليه قداش هي وتتكلم كانك ليس على علم، كانك ليس على علم بما يقع في الاسواق الدوليه، وان الذي يحدد السعر في الاسواق الدوليه هي البورصة. لا أحسب هي الطلب والعرض. لا أنا أحسب لي غادي تجيبوا إعانات المستهلك، غادي تولي مثلا شهر ثالث اللي دابا شهر هادي وثم تتساهم والحكومة تساهم. أنا أعتقد أن جواب السيد وزير المنتدب في المالية كان جواب في هنا في البرلمان، لو تبعته كان عندكم غيكون عندكم جواب واضح. السؤال الثاني وهو أنتم تعتبرون احدى الاقرباء ديال سي خدنوش، بغينا نعرفوا لان هذه 10 ايام ما بانش، ما شفناش ما سمعناش عليه، غير تقول لنا واش تيوجد شي حاجه جديده للمغاربه، واش شنو فينا هو في رئاسه الحكومه؟ هو موجود في رئاسه الحكومه. حددتوا هذا الجلسه الشهريه للمشاركه ديالو هنا تحددت؟ ملي غادي يتطرح السؤال وتكون يكون التوافق حوله غادي تكون غيمشي لدافوس. هذا اختصاص ديال السلطه التنفيذيه، ماشي اختصاص السلطه التشريعيه. مزيان، ندخلوا للشان البرلماني. غنجمع لك واحد ثلاثه ديال الاسئله وجاوبني عليهم لان كاينين بزاف هنايا في الشأن البرلماني. الأول وهو المعارضة تقول عندكم واحد الأغلبية عندها واحد الهيمنة، وأن في التشريع مشاريع الاقتراحات القوانين هي قليلة وجد من اختصاص ربما من الأغلبية ولا أي تشريع من الأغلبية والحكومة، وهما ما الاقتراحات ديالهم ديال القوانين لن تقبل. السؤال الثاني وهو حينما يعلن رفض هذه الاقتراحات ديال القوانين يعلنها الوزير المكلف بشؤون العلاقات مع البرلمان،
المعارضة تقول هذا الرفض خص الوزير اللي معني بهذا الاقتراح القانون هو الذي عليه أن يخبر اللجنة عن رفضه وليس وزارة المكلفة. السؤال الثاني وهو في القضايا الآنية. القضايا الآنية تشوفوا أن السي الرئاسة مكتب الرئاسة تي ماشي تيرفض مكتب المجلس تي يعطل حتى أن ذاك السؤال الآني تيصبح عادي، وآخرها هو مثلا ديال الشغب في الملاعب. ثلاثة الأسئلة الأجوبة ديالها. أحيلكم على الممارسات التي كانت منذ 2012 منذ اعتماد الدستور الجديد والنظام الداخلي، وعلى غتلقاو الأجوبة ديال اللي كطرح المعارضة. راه فيها جميع الأجوبة كاينة في النظام الداخلي ديال مجلس النواب. لو المشاهد دابا هادو أسئلة اللي تطرحوا علانية في الجلسة، ولكن الرئاسة خاصها تنور المشاهد. المشاهد لا يحضر ما يجري في مجلس النواب. هادو ثلاثة حول اقتراحات القوانين اللي هي قليلة. أن اقتراحات القوانين ما عرفتش أنا القلة ديالها أو ترفض أغلبية ديالها. كاين 83 مقترح قانون. إيه؟ ترفض كيف ترفض؟ أي أن ما تدوش لم يصوت. شنو هي المسطرة ديال التشريع؟ غير علاش؟ علاش ما تتصوت؟ مسطرة التشريع، مسطرة التشريع تسمى مسطرة. ماشي اللي عجبته شي حاجة كيعملها. كاينه مسطرة ديال التشريع منصوص عليها دستوريا ومنصوص عليها في النظام الداخلي، صادقت عليه المحكمة الدستورية. هل هناك خرق في هذه المسطرة؟ أقول لا، أنا أطبق مسطرة تشريعية، أطبق النظام الداخلي. هي تنعرفوك سي الطالب العالمي تيقولوا عليك على أن عندك أفكار واضحة، وأنك بغيتي برلمان ناجح، وأن مني تتمشي تتخدم تتبغي توصل للهدف ديالك. هذه من الخصال اللي عندك. المعارضة تجبدها وتقول لك أودي السي الطالب العالمي تلقاو فيه الاستجابة وتلقاو فيه الاستعداد. هذه خصيلة خاصها تكون. إذا سمحتي لي السي محمد باش نكونوا ناس معقولين، واحد الليكسيك باللغة العربية، يعني واحد مصطلحات، واحد الأفكار التي تم تداولها مدة 10 سنوات لم تعد صالحة في هذا الزمن. بالتالي الطريقة ديال الطرح ديال الإشكالات كذلك لم تعد صالحة في هذا الزمن. اليوم بغينا ندخلو في القرن 21 في واحد مجموعة ديال واحد المواطنات ومواطنين مغاربة، نحترموا الذكاء ديالهم ونتكلموا بلغة مسؤولة. اللغة المسؤولة باش يوقع التحول الثقافي المنشود والذي يتماشى مع التحول التكنولوجي والتحول الصناعي والتحول العالم، وهذا التغيير اللي وقع في العالم الآن بعد هذه الحرب ديال هذا النزاع الأوكراني الروسي، هذا الكوفيد، هذا الأمراض، هذا تزويد الأسواق، هذا المتطلبات ديال المواطنات والمواطنين. خصنا نبدلوا طريقة الاشتغال ديالنا كاملة، وأعتقد هذا الشيء اللي كنقوم به هذا يزعج البعض، يصرفه بطريقتي أحترمها، لكن ما غندخلش في هذا السجال. حاجة وحيدة أنه نحرص على تطبيق القانون وتطبيق الدستور، واللي عنده شي خلافات شي كاين المؤسسات المختصة في فك النزاعات. نعم، هما البرلمانيين والمعارضة بغات الرد الاعتبار، وتتمنى أن فعلا ترد هذا الاعتبار وتترفض واحد القضية اللي لاحظناها تحت الصحفيين، أنه في الجلسات العلنية تتولي بعض الأسئلة ديال المعارضة يجيب عليها نواب ديال الأغلبية في محل الوزراء. اي بمعنى اعطيني نعطيك بدون شنو كطلب مني انا السلطه باش نوقف المعارضه كدوي مع الاغلبيه والاغلبيه كدوي مع المعارضه؟ واش النائب من المعارضه يطرح سؤال
ويجبه نائب من الأغلبية هو الجواب خصو عطيه وزير الحكومة هي اللي تجاوب. وأنا في بيناتهم شنو خصني ندير؟ ما تعتقدش على أن هذه القضية هذه ربما ليست في مصلحة الجلسات؟ أن ضروري أن تبقى محدودة. كل نائب برلماني مسؤول عن مواقفه وتدخلاته وحرية ديال الممارسة ديال الممارسة النيابية، هذه الحرية المطلقة اللي عند النائب. بالتالي أنا ما غاديش ندير النمطية وما عنديش السلطة باش نعمل هذه النمطية باش نقول شي واحد شنو الحق اللي عنده يقول وشنو ما عندوش الحق يقول. مزيان وفهمنا الموقف ديالك. ندخلوا لواحد النقطة اللي ربما هي من الانشغالات ديالك، وهو مشروع تعديل القانون الداخلي. فين وصل؟ مشروع قانون التعديل الداخلي خدامين فيه، كنشتغلوا. البارح كانت عندنا اجتماع، بدينا في 11 الصباح ما كملنا حتى شي 4 د العشية تقريبا، باقي لينا دوزنا واحد 80% من المقترحات التعديلات المطروحة، واللي ما غنكملوا غادي الفرق كذلك عندها تاخذ فرصه باش تاهما الى عندهم بعض الاضافات كيشوفوها بقات ناقصه ما تعرضاتش عليهم، ومن بعد غادي نجمعوا داك الشيء وغادي نخرجوا بواحد النظام داخلي يعني مكمل، ما نقولش جديد، مكمل، لانه حنا كنشتغلوا على التراكم، على التجارب، مجموعه ديال الممارسات الفضلة ايجابيات. كاين التحول اللي كيوقع طبيعة الحال، هذا النظام الداخلي في الهدف النهائي ديالو هو ملائمته للتطور ديال الواقع ديال بلادنا. نعم، ما يهم الرأي العام والصحافة هو القضية ديال العلنية ديال الجلسات. لا اجتهاد مع وجود النص. النص الدستوري صريح، الجلسات العامة جلسات عمومية، جلسات اللجان جلسات سرية. الاستثناء كاين في الجلسات العامة تكون سرية، والاستثناء تكون الجلسات اللجان علنية. هذا النص الدستوري. الاجتهاد اللي وقع أنه تفتح باش ديك الاستثناءات باش نضبطوها، في النظام الداخلي ما كاينش ضبط ديال الجلسات السريه على مستوى الجلسه العامه، بقات هذا لانه ما عمره ما وقعت. نهار غادي توقع تخلق واحد النقاش بطلب من الحكومه ولا بطلب واحد العدد ديال الاعضاء ولا هذا يطلبوا عقد جلسه سريه عامه، ديك الساعه غادي يوقع نقاش، عكس ما وقع في اللجان. تفتحات اللجان وهذا ولات مفتوحه بكاملها، ولكن الدستور تيقول لك الجلسات العامه علانيه، علاش بغيتي ترضى؟ لا، كاين السريه، كاين علانيه، هذا القاعده العامه، والاستثناء تكون سريه استثناء، في حاله استثناء استثناء واحد الحاله من الحالات تقتضي ان تكون سريه. نعم، مشى الجلسات مشى اللجان وقال لك قاعده عامه تكون سريه واستثناء تكون علنية، لكن الممارسة تفتحت اللجان بكاملها ما بقاتش فيها كاع السرية ولا كلها علنية. كنطرحوا لأنفسنا سؤال، واش نطبقوا الدستور ونحترموه ولا نستجبوا الرغبات؟ أنا الطالب العالمي كشخص عندي مجموعة المواقف ومبادئ وهذا، لكن الطالب العالمي كمؤسسة كنشد واحد المجموعه ديال المبادئ والمواقف ديالي والافكار ديالي وكنوضعها جانبا والتزم بالقانون وبالدستور. فيما يتعلق باللجان في النقاش وباش نشدوا العصا من الوسط ونحافظوا ونحترموا الضوابط الدستوريه، تم الاتفاق على اساس انه التشريع يجب ان يكون سريا باش يكون تشريع ياخذ المبدأ العام ديالو مجرد عام يهم جميع المواطنات والمواطنين دون الخضوع لأي ضغط من أي كان، لأننا نشرع للمملكة المغربية لا نشرع لفئات أو لأطراف. ولكن ماذا يخيف
مجلس النواب على أن العلانية ديال هذا التشريع تخرج للمواطنين والصحافة تبين ماذا يقع فيه. لأن وصلنا واحد العهد لكل شيء شفاف. كتخرج للعلانة سي محمد. لا مثلا علاش ما تخليش نحضر أنا صحفي في اللجنة ديال التشريع؟ علاش؟ الاشتغال في اللجان هي أشغال ديالها تحضيرية. لما تنتهي اللجان من الأشغال التحضيرية يرفع النص إلى الجلسة العامة ويصبح علنا. كلشي المغاربة كيتبعوه وكيدوز في التلفزيون بشكل رسمي. أنا ذاك كتجي المواقف ديال الفرق وكتعرض في الجلسة العامة في تدخلاتهم بشكل موحد. إذا كان فرق ما بين مواقف حول النص وما بين المناقشات التفصيلية التي تدخل. أنا ما كنفهمش ما الفائدة من مناقشة تفصيلية حول مادة والناس كتبدي الآراء ديالها، وبين موقف حول النص والأثار ديالو على المجتمع المغربي. إذا المشرع الدستوري لما وضع هذه القاعدة أخذ بعين الاعتبار إطلاع الرأي العام بموضوع النص لما يعرض في الجلسة العامة. أما المناقشة التفصيلية كتعطي الحرية وكتزول من تحت الضغط ديال أي نائب ولا نائبة من العالم الخارجي باش يعبر بشكل بدون تحفظ حول كيفاش كيشوف الأمور. سي طالبي العالمي، واش خدا شي نموذج مثلا برلمان ديمقراطي في الخارج وهذا بالضبط في هذه النقطة هذه ديال التشريع؟ هل هذه الجلسات ديالو مفتوحة أو لا مغلوقة؟ واللي بغيتي بحال تبقى مغلوقة. التزموا بالدستور ليس بالخارج. الأنظمة السياسية تختلف ولكل نظام سياسي دستوره. الفصل 68 الدستور واضح وضوح الشمس وهو الفاصل بيناتنا. الممارسات في الدول الأخرى كنشوفوها، هل هي ملائمة للدستور المغربي؟ كنطبقوها. ليست مطابقة للدستور المغربي؟ راه حنا عندنا واحد السيادة وطنية سميتها المملكة المغربية. اي ولكن حنا تنقدموا ديمقراطية بطبيعة الحال. تشبتي حنا راه حنا تنحاولوا نزيدوا لقدام. اش بغيتي تقول لي؟ انا عند ناخذ البرلمان ياخذ الصلاحية؟ لا ياخذ الصلاحية ويحيد الدستور. قضية اجتهاد. لا اجتهاد مع وجود النص. لا اجتهاد مع وجود النص. اللي ما عجبوش هادشي يمشي يبدل الدستور. لا كان قديم هادشي. هو الدستور 2011. لا بغيت نقول لك زعما هذا اللي تيقول لك لا اجتهاد بدون قانون، هذا شويه انا سمعته وانا باقي صغير كنت نسمع. دابا نفيقوا نجيو لهنا. لا ما تنقولكش نجيو لمجلس النواب واللي عجبته شي حاجه يديرها. لا تعطيني هذه النصيحه نديرها. لا قبيله قلت لك اودي هذا التعديل ديال القانون ولا ديال القانون الداخلي النظام الداخلي قلت لي الملائمه، قلتيها لي الملائمة بالنسبة لماذا؟ لبعض الأشياء تطورت وأصبح ولكن في حدود. شوف دابا أنا يمكن لي نبدأ ياك وندير المدينة الفاضلة. بغيناك تخلي الطابع ديالك الطابع ديالك في هذا البرلمان. سي محمد مالك إكسيت؟ لا أبداً. أنكمل الفكرة بشوية. راه نسمعوا لبعضياتنا باش كنستافدوا. هذاك الشيء اللي قلت لك في الاول انا. نكتبوا اللي بغينا في النظام الداخلي. هناك محكمة دستورية كتقول لك مطابق للدستور عدم غير مطابق للدستور. اذا انا كنلقى من باب الغباوة، اسمح لي نقول لك هكذا، انه انا نكتب شي حاجة مخالفة للدستور وان مجلس النواب يصادق على شي حاجة مخالفة للدستور الا اذا، وهادشي كيوقع حالتين. الحالة الأولى ما كنكونوش عطينا البعد الفلسفي والروحي للدستور، أو بغينا نخلقوا نقاش عام داخل هذا كنديروا بعض الإجراءات قريبة من الدستور في التأويل. كتبقى الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية. هذه الدولة عندها مجموعة المؤسسات كل واحد كيقوم بالأدوار ديالو في حدود ما خصص له الدستور من صلاحيات. هذا ماشي اللي بغيت. انا حضرت رؤساء برلمان يحلوهم، كانوا الصحافه يدخلوا اكثر من هذا، كانت الكاميرا تدخل.
تنسجلوا بالكاميرا، تخلي الكاميرا تصور، خلي التشريع، ما قلت لكش انا التشريع في اللجان ديال التشريعيه. لما كنقولوا علنيه كل مباح، ولما كنقولوا سريه حتى حاجه ما مباح. باين دابا التفاصيل. دابا كنتكلموا في واحد الاجراءات، ما معنى العلنيه؟ العلنيه وتعبيرات مختلفه، كل اللي كيكتب مقال، كل اللي كيصور، كل اللي كياخذ تصريح، كل واحد شنو كيعمل. هادشي ماشي انا ماشي لست مسؤولا عنه، انا مسؤول على امرين، تنفيذ المقررات ديال المكتب والنظام الداخلي. علنيه او سريه؟ انا عندي كير على هذه القضيه ديال انا قلت لك شويه ديال الاجتهاد، لان شتي واخا دير السريه في التشريع داك الشيء تيخرج. تيمكن لي صح انا صحفي برلماني تلاقاه يعطيني كل شيء داك الشيء اللي داز، اذا كيتحمل مسؤوليته. ما هو يتحمل مسؤوليته. فين ما بقاتش سريه؟ لا بلاتي، واش انا شنو بغيتي نمشي؟ لا حتى هو كيدير هاد. اذا بالنسبه لي لك ملي كيتعمل هذا السلوك فهو اذا على حق. لا ماشي على حق، انا حريه التعبير، انا من حقي نجيب الخبر. انا منعته من حريه التعبير، انا نجيب الخبر، انا نبقى ساكت ما نجيبش الخبر، وخصني عندي التزامات مع القراء ديالي باش نجيب الخبر. داك دابا انا عاد فهمت المشكل عندك انت، ماشي في البرلمان. لا في البرلمان. اذا المشكل عندك انت لا في البرلمان. لا في البرلمان، انا بغيت واحد البرلمان عصري، واحد البرلمان نموذجي، واحد البرلمان الذي يصفقه له العالم الديمقراطي. ندوز لواحد النقطه اخرى استاذ، هي ديال الوزراء الحضور ديالهم يعتب عليهم انه قليل، ما تيحضروش تقريبا الا في بعض الجلسات. كاين تاجيلات ديال اللجان اللي ربما هما ما تيحضروش، تتاجل. ثانيا في الجلسات ديال الاسئله الشفويه غيابات ديال البرلمانيين، وما بقاتش هذه القضيه تتعلن علانيه، تشكو ها فلان وفلان ما حاضرينش كذا كذا كذا، ولات هذه القضيه تتمر سريه حتى هي. حنا اللي فارضين هذا الحضور بهذا الشكل، حنا فارضين على الفرق انهم ما يحضروش كاملين باش يبقى ذاك التباعد. وهذا الشيء ماشي دابا، راه ثلاث سنوات من 2019 من بان الكوفيد وحنا ما جينا. يمكن له يغيب حكاية الكوفيد. ماشي كيغيب، يتناوبون دارو. حنا كنحدوا العدد ديال الفرق، كل واحد شحال خصو يحضر منه، هما بيناتهم كيديروا هذا التدبير الداخلي. نهار اللي ترفع هذه الحاله الطوارئ، ديك الساعه الحضور سيصبح الزاميا، وديك الساعه نرجعوا للمسطره ديال الاعلام. اذا ضابطين شكون اللي ما تيحضرش نتوما؟ بطبيعه الحال. الى كرر غيابات. انا لما كنعطي، حنا عندنا مشكل دابا، كنحدوا الفريق باش يجي واحد العدد معين، كيجي اكثر من ذاك العدد اللي حنا مخصصين له في التوزيع النسبي. وكيجي اكثر، وكتشوف بان المقاعد الا القليله اللي شاغره عندنا مشكل. نعم تقريبا ما بقيناش نسبه، لا يقال انها توفات. هي اللجنه ديال المراقبه الماليه كانت قبل نشيطه، كانت تعيط للمدراء ديال بحال مثلا المكتب الوطني للماء والكهرباء، تعيط للسكك الحديه، تعيط لا سي دي جي. ما بقيناش نسمعوا عليها. علاش؟ طبيعي ما تسمعش عليها. علاش؟ لان سنتين ما صدرش التقرير العام ديال 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 المجلس على الحسابات، عاد صدر هذه المره التعطل ديالو لمده سنتين 2020 2021 عاد صدر، عاد جات السيدة الرئيسة المجلس على الحسابات قدمت عرض، تليه مناقشة، ومن بعد يحالوا على اللجنة، واللجنة غادي تبرمج الأشغال ديالها. مزيان، ندوزو للشق آخر اللي هو مهم في النشاط ديال مجلس النواب، وهو الدبلوماسية الموازية. الدبلوماسية الموازية تنعرفوا على أن الرئاسة نشيطة، تدير لقاءات، مؤخرا هو مع أمريكا اللاتينية والكاريب، ولكن هناك يعاب على أن الدبلوماسية البرلمانية ناقصة فيما يخص اختصاصات ديال النواب في بعض المواد، في بعض المواضيع. مشيتي معاهم سافرتي معاهم السي محمد؟ لا لا سافرتي معاهم. لا انا لا هاد الانطباع اللي عندك وهذا الانطباع اللي عندي وهذا الاستنتاج، واش سافرتي معاهم شفتيهم كيفاش كيشتغلوا؟ لا العاده ان اللجنه كاينه تتمشي لواحد البرلمان معين، ولكن في وسطها من غير الرئيس ولا الخليفه ديالو البرلمانيين الاخرين شويه، مع كل احتراماتي اليهم،
المواضيع ما كاينش عند تيقول لك انا مختص بالفلاحه، غادي نمشي للقطاع الفلاحي في البرلمان الاوروبي وغادي ندير الاتصال شبكه ديالي واتصالات ديالي. فعلا انا كاين ان قله الامكانيات ما تسمح لهمش باش يمشيو او يكونوا معززين بفريق فهمتي. لهذا انا اطرح هذا السؤال، واش انت موافق معايا فيه؟ لا ما موافقش معاك. انا غير لان التركيبه ما قدرتش نستوعبها، ما يسحب ليش. انا كان خصنا نجيبوا مهندسين في الفلاحه ويكونوا برلمانيين باش يمشيو يناقشوا المشكل ديال الفلاحه، هذه فلتت لي. ونجيبوا مهندسين في البيئه ومهندسين في هذا. تعتقد دابا انت اللي تيمشي للخارج في اللجنه البرلمانيه تيكون تيعرف شنو هو الفلاحه مع ذاك البلد؟ مع ذاك البلد ما تقلقش. شنو هما الامكانيات ديال المغرب؟ شنو الامكانيات ذاك البلد؟ شنو هما الاتفاقيات اللي مقلنا نوقعوا معاهم؟ ماشي تنقول خصو يكون انجينيور خريج دار هذا المدرسه العليا للفلاحه هذا. لا ولكن اسمح لي، الطريقه ديال الطرح ديال الامور، احنا انا كناخذ الكلام ديالك ماخذ الجد فعلا بلاتي. اذا انت كتخبرني اليوم كتقول لي هناك خلل، هذا الخلل خصك تعطيه لي باش نعالجه. الا ما عطيتيه ليش بقى غير في افكار عامه وما يروج، ما انت طرحتي اشكال ما نستفدت. انا باغي نستفد، الا كاين خلل في حد ذاته في كاين الخلل. انا شخصيا كنقول لك ما كاينش الخلل، وان العمل الذي تقوم به جميع الوفود البرلمانيه المغربيه اللي كتسافر كتمشي للخارج كله ممتاز وجيد جدا. كاين حاجه واحده هنا اشاطرك الراي ولكن فيها اشكال، ما كنخرجوش شنو هما نتائج ديال الاشتغال اللي داخله فواحد الاطار. وتعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لان الخصوم يتربصون، وفين ما كتكون شي انجاز لا ينشر. اما نصدروا احكام بهذا الشكل قطعي على ناس، اسمح لي، نحن في نحن هاد الناس هادو نجحوا في انتخابات بشكل ديمقراطي ولهم الشرعية في تمثيل المغاربة. نحن نحاسبهم على كفاءاتهم السياسية ليست على كفاءاتهم التقنية. إذا تلقوا بجوج كيكون أحسن، كيكون رائع. وهذا الشيء ليس متوفرا في كل الدول، لأن في المقابل حتى هذوك الناس يمثلون هذوك النواب البرلمانيون في الجهة الأخرى يمثلون كذلك، وليست غالبيتهم ليست لهم خبرة في الميدان الذي يشتغلون فيه، لكن لهم اطلاع سياسي بالمواقف دي بلادهم في مجموعة من القضايا. والمغاربة ديالنا النائبات والنواب البرلمانيون والمستشارين عندهم اطلاع على المواقف ديال المملكة المغربية وديالهم هما كقناعات نعم. شخصية وكيمشيو تما وكيدافعوا على هذه القناعات. نعم. فإلا سمحتي لي، إلا سمحتي لي، قبل أي تحرك تعقد اجتماعات مستوى عالي بين البرلمانيين، مجلس النواب، مجلس المستشارين، وكنحضر أنا شخصيا والسيد رئيس مجلس المستشارين سميارة، وكنتناقشوا وكان هذا وكنوحدوا المواقف، هالموقف من قضية بذاتها، لأنه كيكون جدول الأعمال معروف والاجتماع معروف. نعم نعم. والناس عارفة علاش غتمشي، واش غتصوت لصالح هاد النقطة ولا غتصوت لصالح هاد النقطة. نعم. والحضور متميز جدا. سي طلبيعير باش نتفاهموا، هذا الملاحظة اللي درت أنا هي ليست للبرلمان أو للبرلمانيين الحاليين الذين يكونون عدة لجان، لا، هذه ملاحظة تتمر على عدة سنوات. أنا فقط لي باش نربحوا نوعا ما اكثر جديه واكثر عمل واكثر هذا في حبذا، وان تكون لجان اللي غادي تسافر يكونوا فيها ناس اللي هما عندهم إلمام بواحد العدد من المواضيع. انا ما تنقولش ما عندهمش إلمام، عندهم إلمام، ولكن اكثر
انسان يجتهد ماشي عيب. لا ولكن واش دابا هذا هو علاش نقول لك انا انا بعد الجواب ديالي ما موجهش لك انت بوحدك، انا موجه الراي العام كله، هذوك الذين لهاد الصوره النمطيه اللي تعطات على البرلمان ياك، باش نتفاهموا. جوج الناس ما عندهمش اطلاع، هادو اللي كيجيو وكينصبوا نفوسهم وكيقول لك وكينصب نفسه وكيعطي راسو الصلاحيه وكيقول لك هاد لجنه الصداقه ولا هاد الشعبه ولا هذا راه ما خداماش مزيان، دون اطلاع على الوقائع اللي كاينه، ويتهمونهم بالشوبين. لا انا كنقول لك شنو ما هو سائد، انا كنقول وكنأكد وهذا الشيء كنعيشوه يوميا، عمل جبار يقوم به البرلمانيون، وشحال ديال الحوايج اللي ربحناها بفضل هادوك البرلمانيين وداك الحضور ديالهم وداك طريقة الاشتغال ديالهم. نعم نعم سي طالبي، تظنش بان الدبلوماسية البرلمانية خاصها تمشي شوية لإفريقيا؟ نعم زعما السيد رئيس مجلس المستشارين عاد كان في نيجيريا مزيان هذا الاسبوع هذا اللي فات، وحنا نتقاسموا المهام، شي كيمشي هنا شي كيمشي هنا، ما كنمشيوش بجوج وغنجيو بجوج ونمشيو بثلاثه ونجيو بثلاثه، لا نتقاسموا المهام، لان سمحتي لي، لان الحضور على المستوى الدولي هو يومي لابد يومي اذا واحد ما يمكنلوش واحد لوحده ان يغطي العالم في نفس اليوم ويحضر جميع الاجتماعات ويدير موقف. لا انا تنقول لك انشاء مجموعات ديال البرلمانيه ديال البلدان مثلا مع نيجيريا بحال اللي دايرين مع فرنسا، يكون عندنا كوميسيون ميكست بيان سور مع السنغال كوميسيون ميكست، لا ماشي كوميسيون بارلمونتير، لا كاين ليجان الصداقه ولا لجنه الصداقه ليجان الصداقه. شوف كاين عندنا ثلاثه ديال المستويات، كاين المستوى ديال الشعاب مع افريقيا، شعاب في العالم كنتكلم كاين 18 شعبه حسب تكتلات البرلمانيه والمغرب جزء منها، كاين لي فوروم كاين جوج، كاين مع فرنسا ومع اسبانيا، كاين ليجان الصداقه، ليجان الصداقه مع كل يعني كاين تقريبا 180 برلمان، كاين 180 لجنه الصداقه مقسمه مزعمه بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، كاين العضويه داخل البرلمانات الجهويه، عندنا الاتحاد العربي، عندنا الاتحاد الافريقي، عندنا برلمان افريقيا، عندنا منظمه سميتو الاسلامي، منظمه الدول الاسلاميه، التعاون الاسلامي الى غير ذلك، والمغرب حاضر فيهم كاملين. مزيان مزيان جيد، ندوزو انتهينا من القضايا البرلمانيه وندوزو للشان الحكومي. طالبي العالمي، الا ترون ان الحكومة عندها واحد نقص كبير في قضية التواصل والإعلام، ولماذا؟ وقت السؤال خاص يطرحوا على الحكومة، كيفاش بغيتي نجاوبك أنا مكان الحكومة؟ لا أنا طرحت عليك السؤال اعتبارا أن أنتم من الأعمدة ديال الحزب ومن الرجل الذي ينصح. لا شوف التواصل، أنا قلت لك تعلمنا 10 سنين كنهضروا، النتيجة حسموها المغاربة في واخا نكمل ما تقلقش، حسموها المغاربة في انتخابات ديال 2000 ديال شتنبر 2021، أسلوب جديد للاشتغال، مقاربة جديدة للاشتغال، انكباب على الملفات، نهيئوا الملفات، نخرجوا النتائج، كنا نتحدث عن الرعاية الصحية، شحال سمعنا على ديال الكلام، ولا ملف واحد كان جاهز، وأتحمل مسؤولية ما أقول. الانكباب باش تخرج 18 مشروع، يعني تخرج 18 مرسوم، كتعرف شحال الحماية الاجتماعية، شحال كيحتاج ديال عملية الاشتغال، التوافق ما بين الفاعلين أصحاب المصلحة في هذا، تشوف مع السي ان اس اس، تشوف مع السي جي ام، تشوف مع النقابات، تشوف مع كذا، تشوف مع كذا، شحال كيستهلك ديال الوقت، شحال كيستهلك ديال الوقت باش تلقى واحد التوافق حول نص يخرج، وحتى واحد ما خرج كيرفضوا، كلشي قابلوا، الحوار الاجتماعي الى غير ذلك.
مواجهة الأزمات الكبيرة، كيفاش تعطي جوج المليار درهم تعطيها للتوريزم، كيفاش تعطي النقالة هذوك العربات ديال النقل، كيفاش تحافظ دير الدعم ديال كذا ديال القمح، كيفاش تخلي السوق مزودة بالمواد ولا حتى شي واحد يمشي شي نهار يشري شي حاجة وما يلقاهاش، كل شيء موجود في السوق رغم ارتفاع الأسعار. المهم هو التزويد، لأن الأول هو التزويد. قبيلة مني قلت لك ودي واش نوقفوا البترول، كتقول لي واش المغرب يوقف؟ إذا أنت رافض المغرب يوقف، إحنا رافضين المغرب يوقف. والمغرب والمواطن المغربي غندوي معاه بصراحة ما كيتفاهم، ما تتحاوروش، ما كيتحاوروش، يتحاوروا معنا إحنا بالبلاغات. أنا كيفاش البلاغ؟ تعطيني أنا بلاغ، أنا دير لي ندوة صحفية، أنا منين نعيط لك جاوبني على سؤال من الأسئلة. عندك مجموعة ديال الملفات طرحها لك، هذا خص أجوبة وما تعطاتلكش، خليها تنضج، لما تنضج غتاخذ فيها. وانا عرفتي راه باش ينضج دابا هادي راه بعدين ندوزو لواحد ندوزو للشأن. شوف انا عرفتك علاش كتهضر وانت عارفني علاش كنجاوب، ولما تنضج غتاخذها. سي التربيه العالمي في الشأن الحزبي، انا مازال تنتذكر في واحد الخطاب مهرجاني قبل الانتخابات ديال 8 سبتمبر 21، قلتي بالحرف حنا غادي ننفذوا، غادي نزيدوا في سميغ، غادي نزيدوا في هادي وغنزيدوا في هادي، وإلا في 2026 ما حققناش هادشي المغاربه يضربونا بالحجر. مزيان هادي اللي بغيت نسمع. لا لا غير قول لي شنو هما بالضبط اللي حقاش. دابا درتي عممتي. اه انا كان عندي داكشي، انا كان داكشي مضبوط. اييه انا تكلمنا على 2500 درهم زياده لرجال التعليم. وباقي متشبت بها وكنقولها. وقلتي واحد الزياده اخرى ديال 1000 درهم ديال التقاعد. التقاعد التقاعد ماشي زياده، التقاعد لكل المسنين اللي وصلوا 65 سنه وما عندهمش تقاعد، غادي ياخذوا التقاعد ديالهم في افق 2026. بالتدرج كل سنه غادي يخرج لهم واحد الرقم وغادي يبداو باش يوصلوا 2026. هذه التزامات. التزامات وغادي تنفذ. مزيان غادي تنفذ. إذا غير هو طرحوها الان ما كنفهمش علاش، لان لا حنا قلنا في افق 2026. في 2026 ملي غادي نخرجوا غنديروا البيلون ديالنا ونتحاسبوا على البيلون، اشنو الالتزامات ديالنا اشنو تنفذ. حنا بغينا نجددوا الالتزامات واش باقيين ملتزمين، هذا هو الهدف من السؤال، ان فعلا هذا الشيء غادي يمكن له يتحقق ويولي واقع، فهمتي؟ هذا هو ميزه التجمع الوطني الاحرار، انه يفي بالتزاماته كامله. صلاه على النبي، صلاه على النبي. غندوزو للشق الخاص وغادي ننتهيو الحلقه ديالنا. السي الطربي العالمي، الوداد غتلعب نهار الاثنين ان شاء الله، نهايه كبيره. انت شنو منين واش تبغي الوداد؟ كيفاش شوف واش ودادي ولا لا لا ولا تطوان المغرب التطواني؟ انا مع كره القدم الجميله والانيقه ومع جميع الفرق ديال المغرب، ولما المغرب كيربح كنحس بواحد الافتخار واحد الاعتزاز كباقي المغاربه باش ما نزيدوش. كلشي دابا الان شي ودادي شي رجاوي شي بيضاوي شي تطواني شي هذا، لكن نهار كتلعب الوداد ضد شي فرقة أجنبية كلشي كيولي وداد. إذا غات داك النهار غتفرج، غتكون أمام الشاشة. دائما كنتفرج أنا، وأنا كدائما كنتفرج. ومن من الذي لا يحب كرة القدم؟ شكون هذا؟ أعطيه ليا. من كرة القدم غندوزو للفن. أنا أعرف على أن عائلتك عندها واحد بونشون. السيدة ديالي زيد أنا ما قدرتش نكملها. لا السيدة ديالي كتعمل اللوحات الزيتية. احكي لنا على هذا الموضوع. امرأة هذا عند فنانة كترسم وكتعمل المعارض ديالها السنوية، وكل سنة كتختار واحد الموضوع. هي معروفة عندها أنونيم ولا المهم تحت وراء الظل. نعم دارت مؤخرا شي معرض. المعرض الأخير كان هاد السنة اللي هاد السنة في سميتو في الإيسيسكو. في الإيسيسكو السنة ما قبل كان الكوفيد، هذا ما قبل كانت حول النساء، عملت صور لنساء العالم، دارت بعدا النساء المغربيات بزي مغربي، الطنجاويه التطوانيه الفلاليه السوسيه البيضاويه هذا الى غيره. وعرض علينا نمشيو مرحبا نديروا
جولة تغطية لأحد المعارض ديالها. مرحبا. شكرا. قبل ما نختمو سي الطربي العالمي، الويكاند ديالو كي تدوزو؟ كان الجمعة كيوقع الديبلاسمون، السبت والحد كندوزوه مع الحزب في الأقاليم وهذا، والاثنين الصباح كنصبحو خدام. واه ما كاينش عندك راحة؟ ما عندكش قراءة؟ ما عندك ولو نهار اللي غادي تقول في الليل؟ في القراءة ملي كندخل في الليل كنقرا واحد ساعتين ثلاثة السوايع، ولكن في خلال الأسبوع كاين الاشتغال. سي الطربي العالمي شكرا. الأمم تتقدم بتضحية رجالاتها ونسائها. ما نلقاوش أحسن ختيمة من هذه الكلمة اللي قلتي. شكرا سي رشيد الطربي العالمي، وسمح لنا إذا زعجناك. لا ما كنزعجش، فقط أنا غير نقدموا للمشاهدين المعلومة ونشرحوا لهم أكثر. أنا بغيت نبرر الرسالة عبرك، مررتها في المؤتمر الجهوي اللي داز، وبغيت نمررها. خصنا نبدلوا طريقة الاشتغال ديالنا والخطاب ديالنا، ونحترموا الذكاء ديال المغاربة. شكرا. شكرا. بارك الله. مشاهدي لو 360 وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نضرب لكم موعدا في لقاء جديد. شكرا سي الطربي العالمي. شكرا.